السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الطبخ بقى أسهل. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم فيديو جديد ومختلف. طبعا زي ما انتم شايفين الزيتون قدامي اهو، انا جايبه الزيتون اعمل بيه ايه دلوقتي؟ عشان نخلله دلوقتي؟ لا طبعا مش عشان نخلله، انا جايبه الزيتون اوريه لكم عشان اقول لكم احنا جبناه منين. هوريكم الاول الزيتون وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان طبعا تشوفوا احنا جبنا الزيتون ده منين وجهزناه ازاي، وبعدين هقول لكم طبعا قبل ما اسيبكم دلوقتي احنا هنعمل فيه ايه عشان برضو تبقوا معايا متابعين، عشان ان شاء الله فيديو التخليل تبقوا عارفين معايا احنا هنعمل ايه. اول حاجه طبعا الزيتون زي ما انتم شايفين، بصوا يا جماعه ده ورق الزيتون اللي انا كنت جبته لكم في الفيديو بتاع سحر الطبيعه اللي انا كنت وريت لكم هناك شجر الزيتون وكل الاشجار اللي كانت هناك. ان شاء الله هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف عشان تشوفوا الفيديو تاني. الورق بتاع الزيتون ده ما تنسوش بقى ان انا قلت لكم ان ده مهم جدا في موضوع اللي عنده سعال او كحه، ده مهم جدا فيه علشان بيخفف او بيخلي بيدوب يعني المخاط والحاجات دي في اللي عنده كحه يعني. بس بنضيف معاه ورق جوافه ونغليه كويس وبعدين نغطي عليه علشان يعني يركز، ونشربه بارد من غير اي تحليه ومن غير اي حاجه. دي فكره جميله جدا جدا عن تجربه للي عنده كحه. اي حد بيكح هو ده أسلم وأوفر وأحلى حل في الموضوع، هو إنه يحصل على ورق الزيتون وورق الجوافة طبعا لو قدرتوا تحصلوا عليه. الزيتون اللي قدامي ده طبعا الكمية دي أنا مش عارفة قد إيه، طبعا أنا موزنتهاش، ده نصيبي من الزيتون عشان هوريكم إحنا جبناه منين. أول بس قبل ما أسيبكم في الفيديو ده عايزة بس أعرفكم إن الزيتون ده إن شاء الله أنا هروح دلوقتي هنقي منه الورق ده خالص وأنضفه، ولو في أي مثلا واحدة كده مش سليمة زي كده، بصوا يا جماعة دي حاجة كده ضمرة ومش مظبوطة، دي طبعا هنشيلها خالص. هنفر فيه كده بإيدينا ونشوف برضو في الطبق التاني ده في حاجة زي كده، حاجة مش كويسة هنشيلها. طبعا الزيتون الحلو زي ما أنتم شايفين ناضج وممتاز زي ما أنتم شايفين، حتى الصغيره منه دي ناضجه، هو النوع ده كده زي ما قلت لكم. انا مش عارفه بصراحه هو اسمه ايه، بس عايزه اقول لكم ان بصوا الزيتونه على الرغم ان هي صغيره في الحجم ولكن في يعني لحم في الزيتونه نفسها والنوايا بتاعتها من جوه صغيره. ده كمان مع التخليل بيبقى مسكر جدا وممتاز جدا، لان طبعا انا برضه عشان هقول لكم جبته منين هتعرفوا ايه السر ان هو حلو جدا. عايزه بقى اقول لكم ان انا دلوقتي هاخده زي ما قلت لكم هنضفه كويس جدا وهغسله بالميه كويس جدا جدا، وبعدين هروح نقعاه في ميه وفيره كده. طبعا مش هينفع الطبق اللي انا حطاها دي ان انا انقع فيها، لازم اشوف حاجات واسعه واقسمه على كذا حاجه وهنقع فيها بالميه، وكل ما ادخل المطبخ في اي وقت لازم اغير على الزيتون اصفي الميه بتاعته واحط ميه نظيفه. مش هفتحه خالص دلوقتي، انا هسيبه منقوع 4 ايام من غير اي فتح. هتلاقوا الزيتونه الصغيره الخضره دي هتلاقوها نفشت وكبرت وبقت شكلها فاتح اكتر، وساعتها ساعه التخليل نفسه طبعا هعمل لكم فيديو التخليل هنفتحها مع بعض وهقول لكم هخلله ازاي. بجد بجد انتظروني في فيديو التخليل لو خللتوه بالطريقه دي. انا خللته بالطريقه دي السنه اللي فاتت وكانت والله من غير ما امشي على طريقه حد، يعني ابتكارات كده مني وحبه حاجات كده، خلت الزيتون طعمه هايل جدا بجد. كل اللي دقوا شكر فيه، وهم طبعا سامعيني اللي دقوه عارفين انا خللته ازاي. طبعا هروح دلوقتي هغسله وانضفه وهنقعه بالميه في الميه وهنغير عليه زي ما قلت لكم. ما نتاخرش يا جماعه لان الدنيا حر، كل ما ندخل المطبخ هنغير الميه لمده 4 ايام، وهقابلكم بعد ال4 ايام عشان اقول لكم هتخللوه ازاي. اما دلوقتي يلا بينا نروح نشوف احنا جبنا الزيتون ده منين. النهارده ان شاء الله هنوريكم جمع الزيتون بتاعنا من الشجر بتاعنا. عايزه اقول لكم الزيتون اللي هناك في وشنا ده هو ده الزيتون اللي احنا هنجمعه النهارده. هنقرب عليه كده شويه بشويه ونروح نشوف هنجمعه ازاي، ونوريكم الزيتون اخباره ايه اللي هو اللي احنا رايحين نجمعه النهارده. طبعا هو الزيتون ده مزروع يعني الشجر بتاعه بيطرح متاخر شويه عن الزيتون العادي، اكيد دلوقتي الزيتون في الاسواق نزل والناس خللت. احنا بقى النهارده هنجمع الزيتون بتاعنا وهوريكم طبعا هنخلله ازاي ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين الزيتون مال الشجر، انا هقرب منه كده عشان تاخدوا بالكم، اهو لونه اخضر وطبعا استوى زي ما انتم شايفين. النوع ده انا مش عارفه اسمه بصراحه، بس هو اللون الاخضر اللي انتم عارفينه ده هو ده، مش التفاح اللي بنقول عليه ده، يعني حجمه كبير بس مش الشكل التاني اللي احنا بنقول عليه ده. بيبقى ممتاز جدا وفيه كده لحم كتير وبيبقى جميل جدا في التخليل. انا بوريه لكم على الشجره علشان ان شاء الله اما نجمعه هعمل معاكم فيديو جديد عشان اخلله معاكم وتشوفوه اخباره ايه. ترجمة
طبعا عايزة لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك للفيديو، وطبعا تشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش قبل كده، وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد، وشيروا الفيديو عشان ناس كتير تستمتع بالمناظر الجميلة دي. عايزة اقول لكم بقى يلا نشوف جمع الزيتون. زي ما انتم شايفين الزيتون بيتجمع بطريقة سهلة جدا، عبارة عن ان احنا بنقطف ثمرة الزيتون. كل الناس اللي واقفة بتبقى في مستوى الزيتون اللي في مستواها بتقطفه طبعا، علشان بيبقى سهل بالنسبة لنا. اما فيه بيبقى الشجرة عالية ومرتفعة، فاحنا لازم بيبقى فيه سلم عالي بيبقى الناس تقف عليه علشان الناس تجيب الزيتون من فوق. الناس اللي فوق بتنزل الزيتون او بتفرطه، بنكون فرشين شكارة كده على الارض علشان نتلقى الزيتون اللي يقع منها. عايزه اقول لكم ان العمل الجماعي اللي بينزل الزيتون من فوق، في ناس تحت بتلم الزيتون لان ما بينزلش طبيعي على الشكاير اللي محطوطه كده بالذات، لازم بتتبعتر. بنلمه طبعا في اواني او جرادل ونملاه علشان طبعا نجمع كميه الزيتون اللي احنا عملناها. زي ما انتم شايفين العمل مستمر. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان طبعا الزيتون كثيف جدا في الشجر، ففعلا محتاج ايدي عامله كتير. عايزه برضو اقول لكم فوائد الزيتون بقى قبل ما انسى. فوائد الزيتون يا جماعه، غير اللي انا قلته لكم قبل كده على موضوع السعال الديكي والكحه، يعني حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، ان الزيتون لو حطينا زيت الزيتون على كوبايه ميه وشربناها، ده بيخفف اللي هي حلو جدا ومفيد لتفتيت حصوه المراره. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان الزيتون لو حطيناه زيت الزيتون لو حطيناه على الشعر بيمنع تساقط الشعر. كمان الناس اللي بيعانوا ان اطفالهم عندهم انيميا، لو استعملتوا زيت الزيتون باستمرار في موضوع الانيميا، ده هيفيد كتير جدا في علاج الانيميا عند الاطفال. كمان انتوا استعملوه على السلطه، اطبخوا بيه، يعني حاجه مهمه جدا وظريفه جدا. وزي ما انتوا شايفين الزيتون بنزل على الشكاره وبيتلم من عليها، وحاجه جميله جدا جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان طبعا احنا مستمرين اهو في الجمع، كل طبعا ما نكون كميه لازم نروح نفضيها في جرادل او حاجات كده نجمعها عشان نحطها كلها في مكان واحد. عايزه اقول لكم برده ان الزيتون ما تنسوش ان انتوا في موسم جمع الزيتون، لازم تهتموا ان انتوا تجيبوا زيتون تخللوه حتى لو كمية بسيطة، بس ما فيش مشكلة، ده يخلينا برضو ان احنا يعني نستفيد بميزات الزيتون. والحاجة التانية ان الزيتون اللي هو زيت الزيتون ما تمنعهوش من البيت عندكم، طالما فوائده كويسة جدا ومفيد. على فكرة برضو المرضى الكلى والكبد بيفيد في الموضوع ده، فهو طبعا كله فوائد. الزيتون طبعا اتذكر في القرآن الكريم وما فيش شك انه كله فوائد. طبعا زي ما انتم شايفين بنجمع الزيتون وبنجهزه. هعمل لكم ان شاء الله فيديو مخصوص عشان تخليل الزيتون. انا بدات معاكم الفيديو ده بان انتم هتعملوا فيه ايه الاول، بعد كده ان شاء الله هنبدا نخلل مع بعض الزيتون. وعايزه بقى اوريكم الكميه اللي احنا جمعناها. بعد ما جمعنا الزيتون حطيناه كله كده في اواني كبيره، هوريكم دلوقتي شكل الاواني بتاعتنا. طبعا عايزه مستنيه تعليقاتكم ورايكم، وعايزاكم طبعا لما تشيروا الفيديو الناس كلها تستمتع بالطبيعه دي. هسيب لكم ان شاء الله الفيديو الرابط زي ما قلت لكم في صندوق الوصف بتاع سحر الطبيعه.